خلينا نروح للخبير التحكيمي والخبير الدولي الكبير الكابتن ناصر عباس. ازيك كابتن ناصر؟ تحياتي كابتن اسلام، وتحياتي لضيفك الكريم كابتن وحشنا يا كابتن امام. ناصر بقالك كابتن فتره. ناصر اهلا بيك. والله العظيم يا كابتن اسلام انت وحشني جدا جدا، ونفسي اجي اقعد معاك اعمل حلقه، لان تنور. عندنا حاجات جميله جدا جدا، مش بس للتحكيم المصري كابتن اسلام، ولكن نتكلم على التحكيم العربي، يعني حاضر بقوه في هذه البطوله حقيقي. ولكن الحقيقه انا مش شايف غير التحكيم المصري يا كابتن ناصر، ومش شايف غير ان انا بحيي كابتن امين عمر، مش شايف غير ان انا بحيي كابتن محمد عادل على ادائه حتى من خمس ست دقائق، معرفش الخمس ست دقائق دول حصل فيهم ايه، ولكن بحيي كابتن محمود البنا، بحيي كابتن محمود عاشور، بحيي كابتن ابو الرجال، بحيي كل المجموعه اللي بتمثل مصر خير تمثيل الحقيقه في بطوله كاس الامم الافريقيه. من البطولات الجميله جدا يا كابتن اسلام، اولا احنا عندنا سبع حكام زي ما حضرتك عارف، عندنا ثلاث حكام ميدان واثنين حكام مساعدين، وعندنا كمان اثنين حكام في الفار. حقيقي. السبعه الحمد لله ولك الحمد والشكر، يعني حمد ربنا، يمكن افضل بطوله في البطولات الافريقيه، التحكيم المصري حاضر بقوه. حقيقي. مباراه الافتتاح يا كابتن اسلام، التحكيم المصري مش بس ظهر هنا كمان في افريقيا، ولكن كل الدنيا شافت امين عمر في هذه المباراه، اللي اعتقد عمل كل حاجه حلوه كابتن اسلام، يعني تقدر تقول ان هو كان عنده قراءه مستقبليه لطرق اللعب في المباراه الافتتاحيه. بتلاقيه بيروح في المكان اللي هو بيتوقع فيه ان يكون في حدث، بتلاقيه موجود، عنده قراءه للعب، عنده شخصيه تحكيميه، مجهود بدني مش عاوز اقول لحضرتك يعني يساوي يعني افضل اللاعبين في المباراه، وربنا كان موفقه الحقيقه كابتن ناصر في اختيار جداً في اختياره للاماكن واختياره للوقت الصفاره، ولم يلجا يا كابتن اسلام للفار، ودي مهمه جدا 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 في تقييم الحكم في الاتحاد الافريقي، بيشوفوا الحكم هل هو لجا للفار كم مره، ودي كمان بتقلل من درجاته. امين عمر في هذه المباراه لم يلجا للفار، كان موجود وكان ليه شخصيه تحكيميه متفرده، فرض شخصيته وادى قناعات للاعبين وادى قناعات للكل، سواء كانت لجنه الحكام في افريقيا او الاتحاد الدولي، كل الناس كانت مبهوره بيه. هو عاوز اقول حاجه بس مهمه، والناس بتسال هو ايه الفرق؟ قبل ما نروح للفرق، طمنا على كابتن محمد عادل لغايه دلوقتي. يعني محمد عادل هو ماشي كويس، يعني هو كان في لعبه ركله جزاء. ايوه. هو لم يحتسب ركله جزاء، وده مش خطا يعني، لان هنا الفار تدخل. والفار هنا كان برضك ايضا حكم من الحكام العرب. لحلو بن برهام الحكم الجزائري كان على الفار. نعم. تم استدعاءه وراح للفار وشاف اللعبه وتاكد منها ورجع احتسب ركله جزاء لصالح جنوب افريقيا. تمام. طبعا ركله جزاء صحيحه والقرار صحيح، وهنا لكن بقيت المباراه هو ماشي لحد دلوقتي بالمباراه كويس، ما حدش حاسس بيها كابتن اسلام، الامور ماشيه بشكل كويس يعني الحمد لله. حتى هذه اللحظه ما فيش اي مشاكل تحكيميه، وزي ما قلت لحضرتك التعاون كان موجود ما بينه وما بين حكم الفار في حساب ركله. نتمنى له يا رب التوفيق في بقيه المباراه، مالي وجنوب افريقيا. الماتش كام يا كابتن؟ 0-0؟ صفر صفر. طيب برضو ايه الفرق؟ يعني لماذا نرى كابتن محمد عادل وكابتن امين عمر وكابتن محمود عاشور وكابتن البنا وكابتن ابو رجال وكابتن كذا، كل الكباتن الاسماء الكبيره اللي بنتكلم عنها دي، لماذا نراهم بمستوى بهذا المستوى الرائع اللي احنا كلنا بنشيد به، ثم نجد في الدوري المصري بعيدا عن مباريات الاهلي، مش هكلمك عن مباريات الاهلي والزمالك كمان، في اي مباراه اخرى بتجد ان هناك اخطاء واضحه ضده؟ كابتن اسلام سؤال مهم جدا، والكل بيسال هذا السؤال، وانا بحيي حضرتك على هذا السؤال، لان الكل بيسال ومحدش عارف القصه ايه. هذه البطوله كابتن اسلام هي بوابه العبور ل 2026. اوكي. خلي بالك دي اهم نقطه، ان كله بيتنافس عشان خاطر كاس العالم اللي جاي. واللي هينجح في البطوله دي كابتن اسلام اعتقد بنسبه 70 80% هيكون موجود في كاس العالم، سواء كانوا الحكام المساعدين او حكام السفاره او حكام الفار. نعم. التنافس هنا موجود. الحاجه الثانيه المهمه جدا جدا، اللي لجنه الحكام في افريقيا يعني وضعت حاجه جميله جدا جدا، هو التنافس ما بين الحكام يا كابتن، في غيره ما بين الحكام، الكل عاوز يعمل مباراه كويسه، خاصه بعد ان امين عمر نجح في المباراه الاولى. صحيح. التنافس ما بين جميع الحكام، سواء الحكام البروفيشنال اللي هم ال 20 حكم اللي تم اختيارهم من الاتحاد الافريقي، بالاضافه الى حكام النخبه.
هتلاقي التنافس موجود والهدف موجود، يعني الحرص من كل حكم على ان هو يظهر بالمظهر الجيد والمظهر الكويس. دعم لجنه الحكام في افريقيا، ايوه، اعمل الصح فقط لا غير، ما يعني لا تنظر لاي شيء، وده مهم جدا جدا. هو بيحرر الحكم من اي قيود او من اي ضغوط، فالحكم بيلعب بارتياحيه، وده مهم جدا جدا لما الحكم بيلعب بارتياحيه. لا، وجيبه مليان برضو يا كابتن. نعم، جيبه مليان. ما يعني ما انا سايبك تنام زي كل الكلام اللي حضرتك قلته ده هو الاساس، وكلام حلو جدا ورائع، ولكن في الاخر بتتكلم يا كابتن اسلام، بتتكلم في نقطه مهمه جدا جدا. ايوه كابتن، انا الحكام هنا ليها 25 30 مليون مستحقات، هناك حضرتك بتاخد بعد كل ماتش او بتاخد كل شهر لو عامل عقد. كابتن اسلام، هناك بقى حاجه جميله جدا، بتلاقي طبعا هم الفندق، وبتلاقي التدريب العملي، كل حاجة والتدريب النظري، كل حاجه موجوده للحكام بتتوفر. طبعا زي ما قلت، حاجه مهمه جدا، الامكانيات الماديه موجوده، زي ما قلت كل حاجه كويسه، يعني تخلي اي حكم يا كابتن اسلام او اي لاعب في المكان ده لابد ان هو يؤدي بهذا الشكل الجميل. والمباريات يا كابتن ناصر برضك كابتن اسلام، المباريات كمان على اعلى مستوى، صحيح، فبتخلي الحكم بمركز 90 او 95 دقيقه يا كابتن ناصر برضك. كابتن ماهر بيتكلم زي ما قلت حضرتك، عوامل كثيره جدا تخلي اي حكم ينجح في هذه البطوله. اولا كمان خلينا نتكلم يا كابتن اسلام، ناحيه مهمه جدا وانت بتلعب قدام الجمهور، خلي بالك في حكام كتير جدا جدا لما يبقى في جمهور، ايوه، بيأدوا اداء كويس قوي قوي، والجمهور هنا ليه دور كبير جدا. عارف حضرتك يا كابتن ناصر، لما حد بيسالني يقول لي هو ليه الحكام كده، فبقول لهم يا جماعه علشان يوم جاي حد ردد عليا ما بسال، يعني يقولوا لي اصله انتوا هنا بتضغطوا عليهم. طب بعيدا عن ماتشات الاهلي والزمالك، عشان كده انا قلت ايه في اول كلامي، لما الحكام بتيجي هنا بعيدا عن مباريات الاهلي والزمالك بتجد هناك اخطاء واضحه ليهم، مش ماتشات الاهلي وان انت بتضغط عليهم، او ماتشات الزمالك وانت بتضغط عليهم. لا، هو كمان في نقطه كمان كابتن اسلام، اتفضل. يعني انا النهارده حكام الفار هناك في التزام، يعني معلش سامحني، يعني احنا هنا طبعا الدوري المصري، لا قول يا كابتن اللي حضرتك عايزه، اتفضل، محترمه جدا جدا طبعا، ولكن احنا ما شفناش حكم راح للفار لحد دلوقتي يا كابتن اسلام ورجع اختلف مع حكام الفار، وهو ده المهم، صحيح، اللي احنا بنقول عليه ايه؟ صحيح، ان حكم الفار لما بيجيب الحكم، خلي بالك ما بيجيبهوش كده اي كلام، لا هو عارف هو بيعمل ايه. عشان كده بنقول ايه؟ يا حكم يا فار، لما بتجيب الحكم هناك عوامل طبقا للبروتوكول تجيبه فيها. نعم. بنشوف هنا في الدوري المصري الحكم بيروح للفار وبيرجع ما بيحتفلش. عارف هقول لك ايه؟ عارف هسألك السؤال اللي جاي ايه؟ هقول لك قد يكون حكم الساحه شايف نفسه اكبر من حكم الفار. وبالتالي عندما يتخذ حكم الفار هنا في مصر قرار بكذا، بتلاقي الحكم الساحه بيغير القرار، عشان هو حاسس ان هو ما ينفعش يتقال له. انا بشوفها كده يا كابتن، ما اعرفش صح ولا غلط، خلي بالك. والله مش هكون مجامل، يعني مش عاوز اقول لك انا هسقف لك يا كابتن اسلام، ولكن هي دي الحقيقه بالظبط زي ما حضرتك قلت كده. انما يشعر الحكم ان هو اقوى من حكم الفار، ودي مشكله كبيره جدا، ودي مش مسؤوليه الحكام، لا هي مسؤوليه لجنه الحكام. خلي بالك احترام حكام الفار، لان حكام الفار هنا بيبقوا موجودين لتصحيح اخطاء الحكم. لا بالظبط، بس لازم يا كابتن اسلام يكون الحكم الفار نفس قدره الحكم ونفس كفاءه الحكم. ايوه، ما تجيبليش حكم جدا. ما تجيبليش حكم درجه اولى واشاره دوليه وتحط لي حكم فار، انا اسف في الكلمه، يعني اصغر منه سنا، مش هقول كلمه، يعني اصغر منه سنا او لسه بادئ، وتقول له يقول كذا، صح ولا مش صح يا كابتن ناصر؟ ما هو انت برضو كلجنه حكام. طب كابتن ناصر معلش عشان الوقت، هل حضرتك بعد نهايه مباريات الدور الاول نقدر نقيم الحكام انا وحضرتك في حلقه، يعني من خلال وجودك معانا نقيم فيها اداء الحكام؟ لانه انا برضو زي ما حضرتك قلت، لما قلت لي التحكيم العربي، انا مش عايز اقول لك التحكيم العربي فقط، التحكيم العربي والتحكيم الافريقي، الحقيقه انا شايف بطوله مختلفه تحكيميا في كل الكاتيجوريز بتاعه الحكام بصراحه، يعني سواء حكام اسماء كبيره او حكام مصريين او حكام عرب او حكام عرب افارقه، يعني او افارقه.
كابتن اسلام سريعا كده هقول لك امين عمر لعب تمام، رضوان جيد، المغرب عمل مباراه جميله جدا ما بين السنغال وزامبيا صحيح، دحام بيدا لعب مصر وموزمبيق اللي هو المباراه اللي احنا لعبناها وكان هايل، معتز الشلماني اللي هو لعب مباراه الكاميرون وغينيا، جلال جايد اللي هو لعب بوركينا وموريتانيا دول كلهم عرب، محمد عادل النهارده بيلعب، لسه كمان محمد معروف ولسه مصطفى غربال، الاثنين دول حكام اعتقد يعني هياخدوا فرصه في الفتره اللي جايه بخلاف حكام الفار محمود عاشور ومحمود البنا، وعندنا كمان لحلو بن برهام الجزائري، كل الحكام العرب النهارده بيلعبوا بيأدوا بشكل كويس كابتن اسلام، وزي ما قلت حضرتك عندي احصائيات بجميع الحكام. حلو جدا، يبقى نعمل الحلقه ان شاء الله في نهايه هذه الجوله لانها حلقه مهمه جدا جدا، بس قول لي ولا لا، هل حضرتك مع ان هناك تغيير او تغير في التحكيم الافريقي للافضل حتى الان في اول ثلاث ايام؟ هذه البطولة كابتن اسلام مش هبعد عن كلامك، انت قلت الصح، افضل بطولة تحكيمية حتى هذا التوقيت حتى هذه المباراة هذه البطولة التحكيمية، ان جميع الحكام سواء الشمال افريقيا او حكام افريقيا ادوا مباريات كويسة جدا 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 حتى هذه اللحظة، زي ما قلت لك الدوافع موجودة والتنافس موجود، وكمان البروفيشنال 20 حكم بما فيهم حكم مباراة مصر وغانا للاسف يعني ربنا يستر. ما انا لسه كنت هسالك عن هذا الحكم، ايه رايك في اوتشو؟ كبير اوتشو اللي هو حكم مباراه النادي الاهلي واتحاد العاصمه وركله الجزاء الشهيره لمحمود كهربا، هقول تاني مش هحطها، هي اختها تماما اختها الفار استدعاه ماريا ريفيت، جابته في لقطه جزاء اتحاد العاصمه وراح ورجع وحسب، هي اللي لم تحتسب لمحمود كهربا في هذه المباراه، ظهر بعصبيه كبيره جدا في هذه المباراه، يمكن احنا حللناها عند حضرتك وقلنا ان الحكم ما كانش مسيطر على المباراه وكان منفعل جدا، ربنا يستر المباراه اللي جايه، ومباراه صعبه جدا 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 على الرغم ان هو من البروفيشنال وتحديده في ال 20 هو رقم 10 من الحكام اللي هم المحترفين، انت عارف المحترفين مرتبينهم كابتن اسلام صحيح من 1 ل 20 هو رقم 10 في التصنيف في البروفيشنال والحكام النخبه، اتمنى ان شاء الله باذن الله لمنتخب مصر ان شاء الله يفوز، واتمنى ما يكونش هناك اخطاء تحكيميه في هذه المباراه. طيب. يعني عندنا هذا الحكم موجود على الصفاره، ويعني بنقول يعني يا رب يا رب ربنا يوفقه يا رب يعمل مباراه كويسه، وان شاء الله يكون منتخب مصر له حظ في ان هو يعمل نتيجه، وان شاء الله على الاسبوع القادم نبتدي نعمل هذه الحلقات المتتاليه المتتابعه، نتمنى ان احنا نشوف هذا التحكيم سواء في افريقيا او عربيا افريقيا يعني على هذا المستوى الرائع حتى الان، وتكتمل البطوله بهذا المستوى الجيد من كل الحكام. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ناصر على وجودك معانا، دايما بنستفيد بوجود حضرتك معانا.